امبارح 27 سبتمبر، 27 سبتمبر ده اليوم العالمي للسياحة، وده كمان كان بالتزامن السنة دي مع احتفال وزارة السياحة والآثار بمرور 200 عام على فك رموز الكتابة المصرية القديمة ونشأة علم المصريات اللي كان في عام 1822. ده ادى للاحتفال مذاق خاص. امبارح كان في احتفالية كبيرة نظمتها وزارة السياحة والآثار من حديقة المتحف المصري بالتحرير، أعرق وأقدم متاحف الآثار المصرية في العالم وأيقونة الحضارة المصرية القديمة على مدار 120 سنة، من قلب ميدان التحرير الشهير، واللي شافت الوزارة أنه أنسب وأفضل مكان لتنظيم المناسبة التاريخية الاستثنائية دي لكل المهتمين بالحضارة المصرية في مصر والعالم، خاصة أنه قبلة الزائرين سواء بقى مصريين سائحين من كل دول العالم، لأنه أقدم مؤسسة مصرية قائمة لحفظ الآثار المصرية. بيرجع تاريخ افتتاح المتحف في نوفمبر 1902، بيعتبر مرجع أساسي لا غنى عنه لكل دارسي علم المصريات والمهتمين بالحضارة المصرية. فعلا أجدادنا عملوا التاريخ، وبعد ما عملوا التاريخ بدأت حضارات العالم، وده بيظهر مدى عظمة المصريين. حقيقة يعني يا روشة الفترة الأخيرة كل المصريين بتشهد قد إيه وزارة السياحة والآثار عاملة شغل كبير جدا، وعملوا الحقيقة عدد كبير جدا من الاحتفالات كمان أبهرت العالم كله. عايز أقول لكم إن إحنا بنستمر في ده، وكمان كل زوار مصر لما وصلت وبدأت تتفرج على الحاجات اللي كانوا بيشوفوها على الإنترنت كانوا مبهورين جدا بالحاجات على أرض الواقع. امبارح كمان خلال الاحتفالية الاستثنائية وزارة السياحة والآثار أرسلت العديد من الرسائل للعالم من خلال أعمال تطوير للخدمات بالمتحف، واللي بتعد الحقيقة رسالة للعالم بأن المتحف المصري بالتحرير كمان بيطور من نفسه عشان يقدر ينافس باقي المتاحف الكبرى الحديثة زي المتحف القومي للحضارة المصرية وكمان المتحف المصري الكبير، وأنه لسه مستمر في أداء دوره ورسالته كصرح ثقافي وتعليمي وحضاري عريق، وكمان قوة مصر النعمة بتعلن عن نفسها، وأن ده إن شاء الله يخلي مصر تفضل مستمرة في العطاء وإبهار العالم كله، علشان نفضل دايما كده مصدر لكل سياح العالم يجوا عندنا عشان ياخدوا الثقافة دي. الحقيقة كمان أن الحفل امبارح حضروا عدد كبير من مسؤولي السياحة والآثار بمصر والوزراء والمسؤولين، طبعا ده غير حضور عدد من سفراء الدول الأجنبية المختلفة بالقاهرة وعدد من رؤساء معاهد الآثار الأجنبية في مصر. خليني كمان أقول لكم أن امبارح وزارة السياحة والآثار أطلقت حملة إعلانية إلكترونية بدءا من أمس ولمدة أسبوع، وده هيكون تحت عنوان 200 عام من العلم المستمر في العديد من الدول العالم، مش بس عندنا في مصر، مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية، في بريطانيا، ألمانيا، إيطاليا، السعودية وكندا وأسبانيا وفرنسا، وده طبعا بهدف تعريف العالم بالسبق الحضاري والعلمي اللي بتميزت بيه الحضارة المصرية القديمة مش بس من دلوقتي، من سنين كتير جدا، وده بيظهر قد إيه الدولة المصرية بتعمل كل يوم على تطوير نفسها وإبراز كنوزها أمام العالم كله، وقد إيه الحضارة المصرية أعرق وأقدم الحضارات وأهمها على مستوى العالم. دايما فخورين ببلدنا، ودايما يا رب نشوف السياحة في أحسن مكان، لأن احنا عندنا رشا تقريبا أجمل سياحة في العالم وعندنا كل أنواع السياحة، فدايما نشوف مصر كده. يعني وانت بتتكلمي يا داليا ما بقتش يعني جالي كده احساس ان عايزة افضل اقول تحيا مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، دايما مصر الفرعونية، مصر القبطية، مصر الإسلامية، مصر الفينيقية، مصر بكل حضاراتها، تحيا مصر. يعني يا رب دايما الحمد لله.